يموتون غرباء ووحيدين ومنكسرين. إنها مأساة اليمنيين التي تجاوزت الحدود. عند خروجهم من اليمن كانوا مفعمين، أحلامهم تسابق خطواتهم، ودروب النجاح مرسومة أمامهم، وأمل العودة محمول على أكتافهم. لكنه وجع البلاد طالهم في بلدان الابتعاث. إنها مأساة طلاب اليمن في الخارج. طوال الأعوام الماضية ظل الطلاب في صراع مرير مع أوضاعهم المرة. علت أصواتهم، بحت حناجرهم، كثرت مناشداتهم ووقفاتهم الاحتجاجية، وما لقوا من الحكومة سوى سراب الوعود التي تبخرت مع الأيام. زاد حجم الانكسار، تلاشت الأحلام، فذهب بعضهم إلى اختيار الموت طريقا للخلاص. ولا يذهب إلى الموت إلا من فقد الأمل بالحياة. 4 من طلاب اليمن في الهند وروسيا وألمانيا لم يبق منهم سوى صور تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية. قتلوا أو ماتوا أو انتحروا، ذلك ما كان مأمولا من الحكومة البحث فيه. لكنها لم تحرك ساكنا، لم تتحرى حتى في ملابسات موتهم. ذهبوا أحلاما وخلصوا إلى جثث تبحث عن تراخيص للدفن.